الزمالك يعني مستواه هبط شويه، فيجب على اللعيبه ان هم يلتزموا شويه ماشي، من اجل مصر مش من اجل مثلا النادي او كده. ونقول الكابتن مرتضى يعني المفروض يعني اثناء التدريبات تبقى موجود كده وتشوف اللعيبه وكده، بحيث ان اللاعب اللي هو ما يوفقش ما ينزلش عشان ما يحرجش نفسه. انا صراحه كنت شايف امبارح الزمالك بتلعب كويس، والوداد بيلعب كويس، وبجد يعني الوداد تستحق الفوز، عشان الوداد بصراحه تعبت في الماتش ده وجابت 5 اجوان، والزمالك جابت 2 بالعافيه. هو كان معروف ان الماتش لازم الوداد يبقى ضاغط طول الماتش، كان بيلعب بثلاث مهاجمين، كان لازم يضغط وكان لازم يحصل كده، ومؤمن سليمان كان لازم يحط ناس كتير في نص الملعب بس. والوداد فريق كويس، بس الحمد لله احنا اتأهلنا، حتى لو كنا فرق جون اتأهلنا، بس الحمد لله 6-5 نتيجة الماتشين، وان شاء الله ناخد النهائي. والله الزمالك فريق قوي جدا، بس هو الاداء امبارح كان تعبان خالص، والزمالك خلاص كده احنا ما نقدرش نقول عليها حاجة تانية، لا ليه لا في الزمالك. الف مبروك للزمالك رغم الهزيمة الثقيلة اللي هو مولي بيها امبارح. انا شفت الفريق امبارح من وجهة نظري الفريق تعبان، فريق الزمالك من اول دقيقة وهو تعبان، فريق الوداد مسيطر عليه،